الاشتباكات الدائرة بين قوات النظام وإخواننا المجاهدين بالقرب من حاجز أبو شفيق الذي يبعد عن مدينة موريا قرابة 2 كيلو. تحليق لطيران المروحي فوق سماء مدينة موريك. قيام الطيران الحربي بمساندة عناصر النظام أثناء اشتباكهم، الله أكبر، أثناء اشتباكهم مع إخواننا المجاهدين قرب من مدينة موريك. هذه الاشتباكات ما زالت دائرة منذ الصباح الباكر في حاجز أبو شفيق الذي يبعد 2 كيلومتر عن مدينة موريك. تحليق لطيران المروحي الأسدي الذي يقوم بمساندة عناصر النظام المتواجدين في حاجز أبو شفيق، وذلك نتيجة اشتباكهم مع إخواننا المجاهدين بالقرب من مدينة موريك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.